أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم المهدي لمينا، منسق الائتلاف الجمعوي من أجل البيئة، وذلك لمناقشة مصير مطرح مديونة على ضوء إعلان مجلس المدينة إغلاق المطرح القديم وفتح مطرح جديد. هذا المطرح ظل لسنوات يشكل بؤرة تلوث بالدار البيضاء ويهدد صحة الساكنة المحلية. اهلا وسهلا سي المهدي، مرحبا بك. شكرا سي عبد الله، وشكرا لموقع انفاس، وشكرا للمشاهدين انفاس بريس. بدايه سي المهدي، كيف تلقى الائتلاف الجمعوي من اجل البيئه قرار مجلس المدينه اغلاق مطرح مديونه القديم وفتح مطرح مؤقت جديد للنفايات؟ يعني الائتلاف ولا الحركه الجمعويه بمدينه الدار البيضاء ولا الحقوقيه، يعني ما تفاجاش بهذا القرار. يعني كان من بين المطالب ديالنا، وكانوا مجموعه من الالتزامات ومجموعه من الوعود من طرف المجلس السابق بانه غادي تشعل غادي تغلق، ولكن انتظرنا طويلا، انتظرنا كثيرا. تنشكروا يعني الناس اللي خداو هذا القرار ديال اغلاق هذا المطرح تدريجيا، واليوم يعني هنا على ابواب انه يكون يعني اغلاق نهائي، وكذلك يكون اعاده بلوره ولا اعاده واحد التصور جديد للمطرح القديم. وكذلك هذا المطرح الجديد نتمنوا انه يكون يعني بشرى خير على الساكنه ديال الدار البيضاء، ويكون انه تحترم كل يعني التزامات وكل التعاقدات اللي تعاقدوا بها يعني الشركات مع المؤسسات المنتخبه. بالنسبه لسي المهدي، المطرح القديم كيف سيتم استغلاله؟ هل سيتم اعاده تدوير النفايات؟ كيف ذلك؟ يعني ما يمكنش لي انا نجاوب على هذا السؤال. ممكن اننا نطرحوا هذا السؤال، وحنا تنطرحوه دائما على المؤسسات المنتخبه وعلى الشركات اللي تدير تدبير ديال هذه المطارح، يعني المآل ديالو. ممكن انا اليوم يعني تقريبا عنده واحد العلو اللي زعما يعني فات يعني كل التوقعات ديال العلو ديال النفايات. نتمنى يعني يكون يعني اعاده تدوير ديالو، اعاده يعني انتاج منه شي حاجه اللي غادي تهم الساكنه واللي غادي نقدروا نستافدوا منها واللي غادي تقلص من نسبه التلوث في المدينه. نعم. وبالنسبه للمطرح الجديد، شحال مده الاستغلال ديالو؟ ومن بعد انقضاء هذه المده ولا سيتم انتقال الى مطرح دائم؟ يعني في احد التصريحات ديال نائب عمده مدينه الدار البيضاء المكلف بقطاع النظافه، يعني قال لك يعني غيكون واحد المده زمنيه ديال 3 سنوات في هذا المطرح، في انتظار انه يتهيئ مطرح يعني في الجنبات ديال هذا المطرح بمواصفات دوليه او مواصفات يعني عالميه، ومواصفات اللي تحترم يعني الشق البيئي وتتساهم يعني في تقليص التلوث ديال المدينه. يعني اذا كان هذا التعاقد وهذا الالتزام من هنا لثلاث سنوات غادي نشوفوا مطرح بمواصفات عاليه، يعني ما يمكن لنا حنا كنسيج جمعوي الا نتمنوا هذه المبادرات وهذه القرارات. نعم. وبالنسبه للائتلاف الجمعوي، شحال حاليا عدد الجمعيات اللي فيه؟ فيه 24 جمعيه على صعيد جهه الدار البيضاء 16، وكذلك فيه مجموعه من الجمعيات اللي تتشاغل على الجانب التربوي وعلى الثقافي، وكذلك على الحقوقي والبيئي. نعم. على مستوى المطرح المديونه، واش وجدتوا شي يعني شي محطات مبادرات في الايام او الشهور المقبله لمتابعه هذا المطرح الجديد؟ يعني حنا يعني كنا درنا واحد الطلب في الولايه السابقه باش اننا نقدروا نديروا زياره ميدانيه لهذا المطرح الجديد، باش نكونوا يعني قراب من المطرح، وكما نقولوا نعينوا عن قرب الوضعيه الحاليه ديال المطرح الجديد. احنا اليوم غنعاودوا نراسلوا يعني عمده المدينه والسيد المكلف بالقطاع، وكذلك الشركه المفروض لها، من اجل يعني القيام النسيج الجمعوي بالزياره لهذا المطرح باش نتعرفوا عليه وباش نعرفوا الطريقه اللي تيشتغل بها. نعم سي المهدي، كنشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام، ونضرب لكم موعدا جديد.